أنا ومع الدكتور والفنان علاء كوكا، وهيكلمنا في مصطلح يعني إيه المسرح التجريبي. أهلا وسهلا. المهرجان، مصطلح المهرجان التجريبي خاص بالمهرجان اللي بيبحث في العروض اللي بتقدم جديد، سواء على مستوى التقنيات أو على مستوى المضمون أو على مستوى الحرفة أو على مستوى عناصر العرض المسرحي، من ديكور لإضاءة لتمثيل لإخراج لأسلوب تصميم الملابس للمكياج، أي ما كانت الفكرة التجريبية المطروحة بيبقى ده المهرجان اللي منوط ان هو يستضيف هذه العروض اللي فيها هذه الأفكار الجديدة. ممكن تكلمنا عن الجوائز اللي حصلت عليها السنة دي والسنة اللي فاتت والمسرحيات، وكانت قد ايه الدور اللي مس قلبك؟ يعني انا على مدار مهرجان القوم للمسرح حصلت على جائزة احسن ممثل دور اول 4 مرات، 2009 عن مسرحية تحت التهديد، 2012 عن مسرحية من يخاف فرجينيا وولف، 2015 عن مسرحية هنا أنتيجون، 2018 عن مسرحية مسافر ليل. طبعا في جائزة تانية خارج مصر بقى في مهرجان فاس الدولي للمسرح الاحترافي، كانت عن مسرحية من يخاف فرجينيا وولف، وعن مسرحية الحبل خدت جائزة الدولة التشجيعية. عاوزك نتكلم في نقطة تانية، رؤية حضرتك للمسرح المصري في المستقبل، السنوات الجاية شايف المسرح المصري نقدر نوصل به للعالمية والعروض؟ يعني مسألة العالمية من غيرها من عدمها، يعني احنا مش الهدف ان احنا نوصل للعالمية او ما نوصلش، احنا بنقدم تجارب للجمهور المصري قبل ما نبقى بنقدمها للمهرجانات. احنا الاهم ان احنا نقترب بالمسرح من الجمهور، وان الجمهور يملى صالات المتفرجين، وانه شباك التذاكر يبقى مربح، وانه الفكرة الثقافية والتنوير يصل لاكبر قدر من المتفرجين. مش الهدف ان احنا نبقى يعني واصلين للجان التحكيم بس. فانا شايف انه اعتقد انه المسرح المهرجان او المسرح المصري في تطور كبير، خاصه بوجود شباب المخرجين وشباب المبدعين بيحركوا المياه الراكده وبيعملوا افكار وتطورات جديده، وده ان شاء الله يعني يلقى يعني ثمراته فيما بعد.